جالة. شيسته برضو جالة. حد المهاد بالله يا ساتر يا رب، اللهم اجعله خير. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ يمكن حسن وابن حميد وشافوا النور جايين يقعدوا معانا شويه. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام يا مازفندي، ازعجتنا. اسكت، انا قلبي دليلي وفيها شيء لله. ده شيء معروف يا بتفاني. انت عارفه الولدين اللي ساكنين عندكم دول؟ حسن وابن حميد ومالهم؟ دول طلعوا تجار مخدرات اندال. يا خبر اسود والله. كلام ايه اللي بتقوله ده يا بتفاني؟ اللي حصل، وهو البوليس ماسكهم هم نايمين دلوقتي في السجن. اتابي يا اخويا، الفلوس عندهم زي الرز. هات خد هات خد. الحمد لله اللي ربنا نجانا منهم. وانت يا ام حميده كان كل عشمك تجوزيهم للبنات. ابدا والنبي يا اخويا، انا عملت الترتيبه على حميده بس. كان جوازها بابن حميده وجواز عزيزه الخميس الجاي. وقبل حميده يتجوز حميده؟ قبل يا كبدي، وبقى هيطير من الفرحه. وقلنا عودتك اتفاكت يا باز افندي. يعني لو ما كانش اتقبض عليهم كنت اتجوزت عزيزه انا؟ اه، والخميس القادم يا وش الساعه. طب والعمل ايه دلوقتي؟ هي فيها عمل؟ استنى بقى 3 4 سنين لما نشوف عريس لحميده. هي دي حاجة سهلة يا حبيبي. ما تروحوا البوليس دي حرفي وتشوف لهم حل. أروح فين يا ولية؟ تجار مخدرات، أروح أتوسط لهم؟ معلش، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. صباح رباح يا معلم حنفي. أما أبقى أشوف طريقة أنا. تصبحوا على خير. خير؟ خير منين؟ أنا من ساعة ما حبستيني في خانة اليك وانا قلت الليلة دي مش هتنتهي على خير ابدا. جت الحزينة تفرح، ما لقيت لها مطرح. حسن وحميدو، حسن وحميدو، مالهم ماتوا؟ يا ريت يا بنتي اسخم. اتجوزوا؟ يا ريت يا بنتي اسخم واسخم. مصلحة الضرايب حجزت عليهم؟ اسخم واسخم واسخم. انا ايه بس، في اكثر من المصايب اللي قلناها؟ قبضوا على خطيبك يا عروسة. ابن حميدو؟ ابن حميدو تاجر الحشيش. يا ما تفوتينيش ياما، تفنيني في تربه وحنطيني. يا عيني عليكي وعلى بختك يا اختي، يا اللي مفيش جوازه ليكي بتتم من الاخر ابدا. عين مين وصابت فيا ياما؟ اصل انت جت وحشه كده ليه يا اخواتي؟ برضه جاله. انت وقعت ولا الهوى اللي رماك؟ والله يا ابني ما انا شايف ابنك. مرحب مرحب، حصلت البركه. الله يبارك فيك. ازيك؟ الله يسلمك، وحشني موت موت موت. ان شاء الله ما تشوفش وحش. ما شوفش وحش، ما انا شفتك اهو. المخدرات اللي في المنديل دي بتتاجر فيها ولا بتستعطاها؟ معلش نبال، حقك علي. سامح نبال. انت عارف عقوبتها كام دي يا حلو؟ كام؟ 25 سنة يا جميل، ربع قرن يا رفضي. وانت يا واجه هنفوت. انت شريكه ولا هتدعي الانكار؟ يا شاويش، القضية دي جناية ولازم تعرضها على المأمور في الحال. مأمور؟ هو المأمور فاضي عشانك انت يا هلفوت يا ابن الهلفوتي؟ امال ايه رأيك؟ ايه رأيي؟ رأيي انكم تشربوا في السجن تحدي صباحا لما يجي حضرة المأمور. جرهم يا عسكري على السجن. يلا قدامي. وتوصف اخينا ده عشان معرفة قديمة. حاضر. هي من ايام الجيش. قول. والله وقعت يا واد. خش. وانت كمان. فينا. السلام عليكم يا رجاله. اهلا وسهلا. مساء الخير. اسمع، انا عايز اعرف ايه اللي جاب لك حته الحشيش دي؟ والله علم علمك، لكن انا دلوقتي صدقت المثل اللي بيقول ياما في الحبس مظاليم. والبنات هيقولوا علينا ايه دلوقتي؟ يقولوا علينا ايه؟ حشاشين.
عزيزه. ايه اللي جابك؟ ابن حميده تعال، هات ايدك. ايدي؟ اه ايدك كده كده كده. ما تكلمات. اشيل ابن حميده. عزيزه؟ ايوه عزيزه اللي ربنا نجاها منك يا حشاش انت. حشاش؟ مين قال لك الكلام ده؟ الباز افندي قال لنا على كل حاجه. الباز افندي؟ ايه مش عاجبك؟ على الاقل راجل شريف مش زيك حشاش. فاكر لما دخلت ورايا الاوضه وقعدت تكلمني؟ تمنيت ساعتها انك تتجوزني بدل الباز. كنت مغشوشه فيك وفاكره نفسي ان انا بحبك. وبعد ما خرجت قعدت اعيط لوحدي في الاوضه زي المجنونه. انما دلوقتي انا بقيت اسعد انسان في الدنيا، لاني سمعتك بتقولي بلسانك انك بتحبيني. كنت. ودلوقتي بس حسيت بالسجن والقضبان دول، لان لولاهم كنت بوست شفايفك الحلوين اللي سمعت منهم اجمل كلام في حياتي. عزيزه. وانا بتوطي علشان اشوف ابن حميده انا كمان. الله. ايه؟ مفيش فايده، انا مش هشوفك؟ ابن حميده. ايوه حميده. ما تنزل بقى يا سروميو. يا نهار اسود. انت ايه واكل زلط؟ ايدك بقى هتدور عليك انت يا عم، اعملها لي كده. اخينا هتغيب كتير يا ابن حميده. والله اذا كان حظي كويس هغيب 15 سنه بس. ما تقلقيش يا حميده اذا غبت، ما تخافيش جايلك. ما تعرفش تهرب يا ابن حميده. يا نهار اسود، عيب يا حميده، ده انا راجل مواطن شريف وشرفك عندي. انا مواطن شريف. الوداع يا مواطن. قول باي يا شريف. باي. مع السلامة حبيبي. صباحيا مباركة يا ابن العبيطة. الله يبارك فيك. عقبال عندك يا شاويش. عقبال عندي يا اخي. اخرس ده قطع لسانك قليل الادب. فوت قدامي يا مجرم انت وهو. فوت فوت. اطلع. ساطلع. اطلع. احنا رايحين على فين يا شاويش؟ رايحين فين؟ رايحين لحضرة المأمور، ثم إلى النيابة، ثم إلى المحكمة، ثم إلى السجن 25 سنة. إذا كانت أخلاقك كويسة يبقوا 20 بس، أما إذا كانت أخلاقك زي صاحبنا ده يمكن يعدموه. واقف ليه يا حيوان؟ مستني بعيد ثم. امشي قدامي. ادخل. المتهمين في قضية المخدرات يا فندم. لو سمحت يا فندم، في حاجة مهمة لازم أقولها. اتفضل. أيوه بس الشاويش اطلع برا. اطلع برا ليه؟ قول اللي أنت عايزه. اتفضل. اتفضل استريح حضرة الضابط. متشكر. اقعد يا حضرة الصول. شوش. صابت صابت. قهوه قهوه يا مشاويش عطيه. حاضر يا فندم. تجيب القهوه بنفسك ومش عايز حد يدخل هنا. حاضر يا فندم. ازاي الكلام ده؟ ملازم اول حسن محمود وصول حميد السيد، ازاي تفضلوا ساكتين لغايه ما اتباتوا في السجن؟ اصل احنا في ماموريه سريه وما كناش عايزين حد يعرف غير سيادتك، وعلى العموم حبسنا ده هيساعدنا في ماموريه. عندك حق. انا حلتي بالحكايه كان البوليس ما خدش باله من حكايه الحشيش، وان حجزكم كان لعدم وجود اوراق شخصيه، ونفرج عنكم بالضمان الشخصي. كويس، متشكر يا فندم. بس ممكن الباز سمسار هو اللي يضمننا. اشمعنى الباز يعني؟ لانه كان عارف انه معانا حشيش، فلو حضر الاجراءات مش هشك ابدا في طريقه الافراج عننا.
لا معلش هنشربها عندك يا شاويش. طيب من عمرك فين؟ وبعدين ده الباز السمساري يضمن عليهم ويفرج عنه. حاضر حاضر. شاويش عطيه. نعم. الكلام اللي سمعته هنا مش عايز حد يعرفه ابدا. حرف. حتى ولا الضباط. حرف. مفهوم؟ حاسب يا شويش. خير. سيبك اروح لاخد رتولك. حرف. حرف. احنا متشكرين خالص يا حضرة المأمور. مع السلامة، وأي مساعدة تطلبوها اتصلوا بي على طول. ربنا يوفقكم.